السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في القناة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. كما كتشوفوا معايا اليوم نهار جديد وفيديو جديد. كنتواجدوا في واحد المحل اللي كيبيع الأواني كما كتشوفوا معايا. هانتوما هادو الليمون ديال الكيك، صراحة شي حاجة اللي هي مزيانة. كما كتشوفوا معايا البنات راه تقال ماشي خفاف، مهم شي حاجه مزيانه ورائعه كما كتشوفوا. وحتى في الحجم ديالهم راه كبار، كاين الكبار وكاين الصغار على حساب نتوما شنو بغيتوا. غير هما راه زعما صراحه فيهم واحد التخفيض اللي بغيت تقدم منهم. المهم ماشي كيدير التخفيض بزاف بالمرات، غير مره بشحال، وتيكون واحد البرومو اللي صراحه رائع البنات. هادو كيما كتشوفوا معايا ديال العطريه، كاينه هاد البريصه، هادي كاين بزاف ديال الحوايج، ديكورات، بلاطوات، مهم واحد الثمن اللي ما تخيلوش البنات شحال دايرين هاد الاواني كلهم هنا. و الديكورات هادو كيدير مهم ديك مره في شحال كيدير البرومو ماشي بزاف، ولكن تيكون واحد الثمن اللي هابط ما تخيلوش. حتى شي محل ما كيدير البرومو بحال هذا المحل هذا اللي انا كناخذ منه شحال من مره، وفيه بياسات صراحه رائعين البنات. كما كتشوفوا معايا الديكورات، شوف شحال زوينين بزاف. كاع كاين الكيسان كاين اللي مارك، اي ماركه بغيتو تلقاوها عندهم متوفره. كاين هاد الديكور هذا حتى هو هذا، مهم الكيسان فيه من الانواع ديكورات بزاف. كاين هاد الشكيل هذا، مهم كلشي زعما شي حاجه بغيتو تاخذوها من هنا هاد القهوه، يعني كلشي عنده. كاينين هاد الكيسان هادو فيهم الالوان، كاين الابيض كاين الكحل، وكاين هاد الكيسان حتى هما هادو كيسان ديال اتاي. كاين هادو كما كتشوفوا معايا صراحه في مد هاد الرسمه هادي صراحه زوينه، لما صراحه شي حاجه مزيانه. المهم بقاو معايا حتى الاخير باش تشوفوا كاع الشكيلات اللي عندهم، البرارات ديال اتاي كيفاش دايرين. صراحه كل شيء عندهم هنا، اي حاجه بغيتوها تلقاوها متوفرين. كاين هذا الشكل هذا تا هو الكيسان، المهم اي حاجه بغيتوها غتلقاوها هنايا. وكنتمنى تتابعوني على القناه وتابوناو عندي وتعملوا لي لايك، وشكرا كاع اللي كيتابعوني وكيخليوا لي شي كومونتير زوين، شكرا لهم بزاف. وحتى اللي ما كيتابعونيش وبقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تشوفوا كاع الشكيلات اللي عندهم والديكورات، صراحه شي حاجه اللي هي رائعه البنات. شوف هاد البيخرات هادو رائعين، فيهم الاشكال هانتوما كما كتشوفوا معايا. Thank you.